وطبعا بعد ما شفنا الفيديو للفنان احمد هشام، الصوره طبعا كانت او الرسمه كانت للشهيد احمد المنسي رحم الله شهداء الوطن واسكنهم فسيح جناته. بتمنى اشوفك يا احمد من اكبر واعظم الرسامين في مصر والوطن العربي كله، وتكون لينا وجهه نفتخر بيها دايما ان شاء الله. دلوقتي عاوزه اعمل اوجه تعزيه لنفسي ولاهلي في الغربيه، لعائله السعداني وعائله البربري، في فقيد الشباب محمود نصر السعداني، داعين الله ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. طبعا احنا حلقتنا النهارده بنتكلم فيها عن المواهب، وطبعا المواهب بالنسبه لنا محتاجه كل الدعم، واحنا بندعمهم من خلال برنامجنا اول طله، وهنفضل وراكم وهنفضل دايما اول خطوه في تحقيق احلامكم، هنفضل معاكم، هنكون لكم دايما اول محطات واول الطريق للوصول لحلمكم ان شاء الله، دايما معاكم في اول طله. المواهب محتاجه الدعم، واحنا بندعم كل المواهب في برنامجنا، ويا رب نقدر نقدم لكم حاجات مفيدة وحاجات مختلفة دايما، لأن إحنا عندنا مواهب كتيرة، اللي بيرسم واللي بيمثل واللي بيغني واللي بينشد واللي صوته حلو في القرآن، بس هي الفكرة كلها إن هم محتاجين دعم مننا، وإن شاء الله نقدر ندعمهم في برنامجنا ومشاهدينا يدعموهم، والجميع يدعم المواهب من خلال برنامج أول طلة. وإن شاء الله دايما تكون أول طلة لكل المواهب معانا هنا، تكون طلة مميزة وتكون طلة فيها سعادة لأصحابها، وتكون طلة مبهجة وسعيدة، وتكون طلة كلها تغيير لحياتهم ومصير حياتهم بعد كده إن شاء الله. وتعالوا نطلع فاصل، تعالوا نطلع فاصل دلوقتي ونستقبل ضيوفنا تاني، عائلة الحاج مغاوري. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومع عائلة الحاج مغاوري، وتعالوا نشوف هم هيقدموا لنا ايه دلوقتي. خد يا دكتور شوف لنا الاشعه دي، اصل الحاج تعبان قوي. هات علي كده ما اشوف كده مالها الاشعه دي. يا دكتور حلو يا عم الاشعه ما فيهاش حاجه يا عم، قلت لك المخ حلو يا عم. والله انا شكلي قلقان منك والله يا دكتور، اصلا كذا واحد بقول اللي انت دكتور عقد حالك لا ومش لا عارف اي حاجه في الطب. لا لا عيب عليك يا اخي، ده شو المخ اهو والودان ايه ودان ايه، معاك تضحك عليك. ودان ايه يا دكتور؟ المخ من جوه بتخربط خالص. عيب عليك يا اخي، بقول لك الاشعه تمام تمام. عيب عليك، انا خايف منك برضه يا دكتور. لا 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 كل حاجه تمام، انا اصلا دكتور بطنه، وانا قلت لك ما فيش دكتور مخ في المستشفى، انا كشفت لك اعمل ايه تاني؟ انت بتكشف عن دكتور المخ؟ ما قلت لك ما فيش في المستشفى، اعمل ايه تاني طيب؟ انا مش بشتكي من بطني، انا بشتكي من مخ، المخ عندي ضارب. اعمل ايه يعني طيب المخ؟ انا بقول لك دلوقتي الاشعه اللي قدامي دي تمام، انت قلت لي بشوف الاشعه، صح ولا لا؟ صح تمام، الاشعه قدامي اهي بتقول ان هي تمام. ها تمام يعني يا دكتور؟ تمام يا دكتور. طب ما فيش دكتور بطن مخ واعصاب هنا خالص؟ هنشوف كده لو في نستدعي لك مخ دكتور مخ واعصاب، هتصل لك على واحد يجي لك. طب شو قلنا كده والنبي يا اخي، لا عشان الواحد مخه متوه اليومين دول خالص. تمام تعال اتفضل. لا دكتور لا تعال عاوزك، لا تعال عاوزك والله، تعال عاوزك تعال تعال ان شاء الله. شوف لنا الاشعه دي بعد اذنك كده. الاشعه ديت؟ اه اجرها لنا كده. معلش والله انا نسيت اجيب نضاره القرايه، والله نسيت تجيب نضاره، ما اللي انت لابسها دي؟ اديني نضاره نظر يا دكتور. خلاص تمام ماشي، انا مش عاوز اشوف لنا الاشعه دي. هبص لك عليها ماشي. ايوه اجر لنا الاشعه دي. هبص لك عليها طولي ولا عرض زي ما تكون، المهم انت تشوف لنا فيها ايه. يا دكتور جلجتني والله يا دكتور. حلو يا دكتور، الراجل دي لسه عايش يا دكتور؟ ما عاد قدامنا يا عم، هو راح فين؟ غريبة ليه يا دكتور؟ غريبة لا، حلوة الأشعة تمام يا دكتور. حلوة أنت هتاكلها؟ حلوة تمام يا دكتور والله. لا أنا بقول لك شوفها حلو حلو يعني مخ حلو. أنت يا دكتور ولا إيه؟ أنت مين أنت يعني؟ أنا أكبر دكتور مخ وأعصاب هنا يا دكتور. أمال أنا بعمل إيه هنا في المستشفى؟ أنت بتاع دكتور بطن ما تعرفش في المخ وأعصاب حاجة. لا بس أنا أكبر دكتور هنا في المستشفى بس يعني. أنا مخ وأعصاب أنت ما تعرفنيش ولا إيه؟ أنت مين أنت؟ أنا محمد 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 الخامس. الخامس كمان؟ أبويا كان عايز يديني زاد بس ما رضيش، ما رضيش. خلاص يا عم خامس خامس مش هتفرق، المهم ماشي يا دكتور. هسيبك مع الراجل ده ونشوف دنيته، وأنا ورايا عملية
اروح اشوفها. ماشي يا دكتور. خلاص اتفضل يا شاعة. انت معاك يا عم، خدها بس اشوف. يا عم امس انا افهم كل حاجه. يا عم امس خلاص. مالك يا ابني؟ الله يا دكتور، انا بقالي اسبوعين كده تعبان، وساعات كده ما بجي افكر بتعب والله. ساعات ساعات ولا على طول؟ على طول. لا ساعات ساعات، على طول مش على طول، ساعات كده اوقات كده بنسى. عندي الحل موجود. ايه هو الحل يا دكتور؟ الساعات اللي انت بتتعب فيها هنجيب حد يفكر مكانك فيها. انت شايف كده يعني يا دكتور؟ ايوه. امال ايه يا ولد؟ زي بعض يا دكتور، ناخد راي الواد كده، شوف يا ابني الدكتور كده بيقول الصح ولا الغلط. انت متعلم وفي الثانوي وفي كل. ازاي يا دكتور هتشوف واحد يفكر مكان؟ ابوك مش تعبان يا ولا؟ ايوه تعبان بس. هو دي الحل؟ انت فاهم ولا ايه يا ولا؟ لا مش هفهم بس يعني هجيب دماغ ويحط دماغ ثانيه ازاي؟ مالك يا جوز؟ تعبان يا اختي تعبان. تعالي يا جند. تعالي يا اختي. ايه حجك يا ايه البركه بتاعتنا ده يا دكتور؟ ماله يا دكتور؟ ايوه ايه يا حاج مالك جايب لي على كره وجات لي كره؟ جوزي ماله يا دكتور؟ عندي انا معزه عندك. ابوك ماله يا ولا؟ موجود يا ولا انت اهو. ماله يا حاج؟ شوفوا يا دكتور هو اللي شايل الدار يا دكتور. عينيا يا حاج فاطمه افتح عينك يا ولا. بالراحه عليا يا دكتور. نزل يا ولا اسلك عليها اقفل عليها. انا يلا. بالراحه عليا يا دكتور. اقفل عليها. اهداك يا دكتور. تعالى سنة يمين. حاضر. سنة يمين شوية. سنة يمين شوية. كمان شوية. هلا. هلا. عايز كمان شوية. شمال شوية. بس نزل دي كده. ما مش مقلمة هي. ماشي يا دكتور. ماشي. اقعد مكانك بقى. لا ابوك سليم يا ابوك سليم. جوزك يا دكتور. دكتور. جوزك 100 100 يا حجة فاطمة. شكرا ليكم. شكرا ليكم ويا رب نكون عرفنا نقدم لكم حاجه من خلال عائله الحاج مغاوري. يا رب يكون قدم لكم حاجه كويسه ممتعه. وبكده نكون وصلنا لنهايه اول طله مع عائله الحاج مغاوري. ويا رب يكون قدروا يقدموا حاجه مختلفه وممتعه. شرفتوني ونورتوني وكنت سعيده بوجودكم معايا النهارده. طلتنا عاوزه اوجه رساله لكل البنات والشباب اللي عندهم عزيمة وطموح وإصرار وعاوزين يحققوا حلمهم. اشتغلوا على أحلامكم واجتهدوا وثقوا بالله أكيد هتوصلهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية طلتنا الأولى في أول طلة. أشوفكم الأسبوع الجاي في طلة جديدة في نفس الميعاد يوم الأربعاء القادم الساعة 2 ظهرا. شكرا.